كيف حالكم يا أصدقائي؟ أتمنى أن تكونوا بخير. مدرسة الأهرام مودرن تقدم لكم درساً جديداً تحت إشراف قسم اللغة العربية. ما اسم هذا الدرس؟ اسمه كيف نضع سؤالاً؟ هيا افتح معي كتاب المدرسي صفحة 99. قوموا افتح الكتاب المدرسي. هيا يا طلابي، هيا يا أولادي، أنتظركم. كيف نضع سؤالا؟ السؤال يتكون من 3 أجزاء ثابتة وأساسية دائما. أولا أداة الاستفهام، ثانيا الجملة، ثالثا علامة الاستفهام. أدوات الاستفهام سوف تدرس 4. ما هي؟ ما، من، وهل، وأين. ما، من، هل، وأين، ها هي أدوات الاستفهام. الجملة تأتي بعد أداة الاستفهام. أخيرا ما ننهي به السؤال وما يميز السؤال هي علامة الاستفهام، وها هو شكلها. هذا شكل علامة الاستفهام. هيا قم وافتح مع الكتاب ونطبق هذا الكلام. يلا هيا نطبق معا. اقرأ نشاط 1. اقرأ واختر الإجابة الصحيحة. ما هذا؟ أنا أسأل. ما هذا؟ ما هذا الشيء؟ ما هذه الصورة؟ قلم أم كتاب؟ قلم أم كتاب؟ تكون الإجابة قلم. أحسنت. ضع دائرة على قلم. من هذا؟ من هذا؟ من هذا الولد؟ من هذا؟ بنت أم ولد؟ ولد. أحسنتم. هل هذا ولد؟ سأخبرك على شيء. هل دائما الإجابة بها تكون بنعم أو لا فقط. عندما أقول هل، أعلم تماما أن الإجابة تكون بنعم أم لا. هل هذا ولد؟ انظر إلى الصورة، هذا ولد أم بنت؟ إنها بنت. إذن الإجابة لا، هذه الصورة بنت. أين يلعب الولد؟ أين يلعب الولد؟ ما هذه الصورة؟ مدرسة أم حديقة؟ ها حديقة. ممتازون. ننتقل معا إلى النشاط الآخر، نشاط رقم 2. اقرأ السؤال ثم أجب. من تلعب؟ من التي تلعب؟